الملايين يعيشون في خطر. الجفاف والفقر يهددان حياتهم. الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. روحك أمانة. البس الكمامة عشان أولادك الصغار. الزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين. عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين. ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول. الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا. محدثكم جمال الشريف، واليوم بتشرف إنه نتكلم عن موضوع مهم مع شخص قامة من قامات العمل الاجتماعي. وطبعا هو مش بس التطوع، عنده شركة كبيرة حنتكلم عنها الآن. خلينا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ فتحي أبو فرح. أهلا وسهلا فيك أستاذ فتحي. أهلا دكتور، وشكرا على الاستضافة. الشكر لك أستاذ فتحي أبو فرح. أنا سريعا بدي أعرف الناس فيك وبدي إياك تعرف أكثر فيك. أنت صاحب شركة IPG، شركة محاسبة قانونية موجودة في مدينة في منطقة GTA في مدينة ميساساغا. تعملوا في أعمال القانونية. حضرتك لك باع طويل في العمل المحاسبي، سنوات في الخبرة من شركات كبيرة جدا، لك أعمال تطوعية كثيرة في مساعدة أبناء الجالية في التعرف على مواضيع التاكس والأمور المالية. في البداية حبيت أشكرك على هذا الموضوع. إذا بتحب تعرف الناس أكثر على IPG وعلى شخصك الكريم بنتشرف بذلك. الله يبارك فيك دكتور، ومساء الخير للجميع. أنا اسمي فتحي أبو فرح، محاسب قانوني. زي ما حكى الدكتور، أنا الفاوندر والبريزيدنت تبع شركة IPG، هي مجموعة المهنية الدولية. إحنا بنقدم خدمات محاسبية، ضريبية، وأوديت تدقيق، وكمان نقدم استشارات أعمال من دراسات جدوى وخطط عمل وتأسيس شركات. خبرة فوق 35 سنة في دول ميدل ايست، وفي كندا حوالي 8 سنين. ويعني عندنا تيم يعني الحمد لله كواليفايد. عندنا الهيد اوفيس تبعنا في ميساساغا، وفتحنا قبل 6 اشهر فرع بهاملتون. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. ل IPG دائما التوفيق ودعم من ابناء الجاليه. استاذ فتحي، اليوم بنتكلم عن موضوع يمكن هو موضوع حديث الساعه دائما. قبل شهر 4 الكل بصير يفكر التاكس، الضرائب، ندفع، كيف ندفع، كيف نتفيل، عند مين احسن، مين مش احسن. زادت كل هاي الاسئله بتدور في ذهن اي مواطن يعيش في كندا، لانه هذا الوقت الضريبي. فلو تعطينا شويه معلومات، انا عارف انت محضر لنا برزنتيشن عشان يكون الموضوع مهني اكثر، اذا بتحب نحطه. يا ريت والله، اساسا انه زي ما تفضلت دكتور، هو فعل موضوع الضريبه، سواء ضريبه، خلينا نحكي اليوم الضريبه الافراد. يمكن ضريبه الشركات هاي بنخصص لها حلقه لاحقه، لأنه فعل موضوع كثير شيق. فأنا حاولت بهالفترة البسيطة إنه أحصر الأمور اللي في ناس كثير لازم يعرفوها من خلال خبرتنا، ومن خلال الناس اللي المشاكل اللي بمروا فيها، إنه على الأقل يعرفوا بعض الأمور الرئيسية. فلو رحنا على، إحنا حنحكي شوي عن ضريبة الأفراد زي ما حكينا، بعدين حنحكي عن ضريبة بس الشركات. أنا يمكن مرور كرام اذا بنعمل اي عمل تجاري، امور ضريبيه خاصه الشركات، امور ضريبيه الخاصه. انا هضيف برضه اخر شيء اللي هي ما يخص اخر ابديتس بالنسبه للدعم الفردي ودعم الشركات. تمام. خلينا نحكي بشكل سريع. انا هحكي عن امور ضريبه الافراد. هلا انا من خبرتي طبعا السي ار اي او دائره الضريبه بتسمح انك انت كشخص تقدم اقرارك الضريبي، يعني مش ضروري تكون عن طريق محاسب، ممكن تقدمها اونلاين، ممكن تعبي في نموذج في فورم باي يعني باي هاند وتبعته بالبريد. طبعا لا زال موجود هذا البريد لانه في ناس لسه مش متعودين على الاونلاين، بس انا من خبرتي ومن خلال بشوفه يعني انه بفضل تكون انت من خلال محاسب، بغض النظر على الاقل محاسب او ممارس بيقدر ينبهك على كثير امور قد يكون انت بتستفيد منها، ونفس الوقت من امور انت تتجنبها لان ممكن تعمل شيء خطا غير مقصود تتعرض لمشاكل مع الضريبه. فانت ليش انت في غنى عن هذا الموضوع، لانه مجرد عملت خطا ضريبي حتى لو غير مقصود بعدين صار في مشكله لاحقه بس نقطه سوداء في ملفك، ونفس الوقت بيكون انت يعني المحاسب بيكون عارف كل الامور اللي ممكن تستفيدها، المصاريف اللي ممكن تحطها، الكريدتس، الديدكشنز اللي ممكن انت تستفيد منها، واي بنفيتس ممكن تستفيد منها. بشكل عام الاقرار الضريبي هو في قسم معلومات شخصيه وقسم عن الانكم، وهنحكي شوي عن كل واحد فيهم، والقسم ما يسمى الاقتطاعات، الكريدت اند ديدكشنز. انا حطيت انجليزي عربي بس عشان نتعود، احنا في كندا خلينا نتعود على. وهذا الاقرار الفردي اسمه T1 برضه، يعني من ضمن الشغلات اللي هيك نتعود عليها انه T1 هو الاقرار الضريبي الشخصي. وفي قسم للمصاريف وفي قسم اخر شيء ببين قديش الضريبه المستحقه عليك. هلا خلينا نحكي بشكل سريع ايش الاقتطاعات اللي انت ممكن تستفيد منها كشخص بشكل رئيسي. شوف خلينا نحكي شغله مهمه، الموظف اللي هو ماخذ T4 دائما عنده مصاريف محدوده، يعني دائما مظلوم الموظف ضريبيا، بيدفع ضريبه يعني اكثر من السيلف امبلويد او الشخص الكونتراكتر او اللي عنده شركه. فهو ضريبه انه انت موظف، فبالتالي صحيح سكيورد وامان وظيفي لكن بتوصل الضريبه عاليه جدا ومصاريفها محدوده. يعني الشغلات الرئيسيه اللي ممكن انت تستفيد منها كشخص عنده موظف، يعني مثلا اذا عندك دونيشن من تشاريتيز، عندك المصاريف الطبيه، حتى المصاريف الطبيه في لها 3 شولد، يعني بقول لك 3% من دخلك، يعني اي مبالغ اعلى من 3% من دخلك، يعني حتى في لها شروط. يعني فرضنا دخلك 100,000، 3% عم نحكي عن 3000، اي 3000 او في بقول لك 2370 ايام اقل. المهم يعني اي شيء فوق ال 2300 اللي بتقدر تطالب فيه از ميديكال، هاي مهمه جدا. الميديكال طبعا بتشمل كل شيء، الميديكال يعني الاسنان، في فيزيوثيرابي، عمليه العيون الطبيه، الادويه، كل شيء طبي طبعا. تجميلي لا، يعني بدخلش، بده يكون كل شيء طبي، يعني مختبرات، يعني بوتكس وما بوتكس ما بظبط. لا طبعا لا، هي لا. فبالتالي يعني الاسنان تعرف احنا مكلف هون، ما عندوش تامين، فبالتالي طبعا بيشمل انت وعيلتك، انت ومرتك واولادك الديبندنتس اللي انت. فبالتالي خلينا نحتفظ بالمصاريف الطبيه، يعني الدونيشنز خلينا نحتفظ فيها، اذا عندكم من تشاريتي في عندكم المصاريف الطبيه. معلش الدونيشن بدي اوقفك عليها، انت تعذرني اذا بقدر اسالك هون ولا بتحب اسالك؟ لا طبعا. اوكي، الدونيشن هل هي لازم تكون لتشاريتبل اورجنايزيشن ولا ممكن لنون فور بروفيت، ممكن لمثلا جمعيه بلدي، انا مثلا جمعيه بلد من عندنا عاملين نون فور بروفيت اتبرع لهم مثلا $200، هل تحسب؟ هلا شوف سؤالك جاي دكتور، اللي باخذ من الشاريتي له تاكس كريدت اعلى من النون فور بروفيت، يعني النون فور بروفيت فيك تحطها وتستفيد منها، لكن اللي بتاخذ من شاريتي وتاكس ريسيتس بتستفيد ضريبيا اكثر. عشان هيك دائما باخذ تشاريتي ستيتس النون فور بروفيت، بقول لك انا بقدر اعطيك تاكس ريسيتس، وبالتالي الدونر بيقدر يستفيد ضريبيا اكثر. اما فيك تحط اي دونيشن. الاحزاب السياسيه برضه لهم طبعا في بوليتيكال كونتريبيوشن، مش حاططها هون، في البوليتيكال كونتريبيوشن مهمه جدا. اذا انت صار ساهمت في اي بروفينشال او على مستوى الفيدرال فيك انت تحطها. هلا في شغله مهمه، شراء بيت اول مره، في ناس كثير ما بيعرفوا هذا الحكي. فيرست هوم باير اللي بيشتري بيت اول مره يا جماعه يعني او يا مستمعين مشاهدين، فهي عمليه انت اشتريت بيتك اول مره، الفدرال بيعطيك كريدت $5000، مش كريدت انه بيعطيك مصاري، هي عمليه نون ريفاندبل كريدت. كلمه نون ريفاندبل كريدت وهي مهمه جدا حتى في الدونيشن وفي المصاريف الطبيه، وهي كلها هي كلمه نون ريفاندبل كريدت. ايش يعني؟ يعني انا اذا ما استفدت منها اخفض ضريبتي، الحكومه مش هترجع لي اياها. يعني انا الهدف منها تخفيض التاكسبل انكم تبعه وضريبتي، فهي الهدف منها تخفيض. مرات يكون عندك مصاريف طبيه وانكم تبعك عادي وما في عندك تاكس بيبل او ما في عندك، فما بتستفيد منها. شراء بيت اول مره انت بتستفيد منه اذا كان عندك الانكم شوي تاكس براكت عالي، وبالتالي انت بتستفيد منه، بيعطوك كريدت $5000 ضمن الكريدت اند ديدكشنز، تستفيد منها تخفض ضريبتك. مصاريف رعايه الاطفال، في ناس كثير في تشايلد كير، خصوصا طبعا شرطها يكون الزوج والزوجه مشغولين، يعني بيشتغلوا، واحد بدرس يعني اثنين بدرسوا، يعني اثنين بيزي، يعني اثنين بيشتغلوا او واحد بيشتغل ومرته بتدرس، كلاهما لازم، اذروايز لا مش فبالتالي في كثير احنا بنروح بنحط بيبي سيتر، بنحط على عند مراكز رعايه اطفال، فهذه الريسيتس نحتفظ فيها، نستفيد منها اذا كان الزوجين مشغولين او بدرسوا او بيشتغلوا. في رسوم التعليم، هي مهمه جدا ترى، هي في كثير، وفي محاسبين للاسف يعني انا شفتها كثير، بيجوا لي افراد التيوشن كريدت، التيوشن فيز كريدت. هلا اي واحد بدرس بجامعه بكليه والمده الكورس او البرنامج التعليمي فوق 13 اسبوع بيقدر ياخذ في نموذج من هاي الكليه، مش ضروري جامعه، هي كليه زي ما حكينا كورسات فوق 13 اسبوع، بيعطوه تاكس ريسيت، تاكس دوكيومنتس، هي T500 T2201. هذه شو الهدف منها؟ هاي بيعطيك اياها الكليه او الجامعه، احنا بنطلبها. هلا اذا المحاسب ما طلبها منك، هي ما بتيجي على البريد، مرات ما بتيجي على البريد، وما مش موجود على الماي اكونت تبع CRA، فانت بدك تكون حريص، وهي مهمه جدا لانه بتفوت محاسبين كثير. شو الهدف منها؟ الفيز اللي دفعتها هاي التيوشن فيز، حتى لو كانت اساب، حتى لو كانت فاندد باي جفرمنت، هذه بتحطها از كريدت، تستفيد منها في المستقبل. يعني حتى لو ما استفدت منها هلا، انت كنت بتدرس، يعني بيجوني ناس كثير بقول لي انا ابني بدرس بالجامعه، هلا ضروري اعمل له اقرار ضريبي، ما اشتغل، ما عنده اي مصدر دخل. بقول له طبعا بدرس بالجامعه، لا طبعا نعمل له اقرار على اساس التيوشن فيز الكريدت هاي ياخذها ويستفيد منها، and you can carry it forward الى ابد، يعني الى forever، وممكن يعطيهم لابوه ولامه. يعني ممكن يحول up to 5000 اذا ابوه احتاجهم، يعطي لابوه، كان ابوه انكم تبعه عالي، بيقدر يعطي up to 5000 كريدت لابوه او امه. فبالتالي التيوشن فيز هذه يا جماعه كثير مهمه، وفي كثير ناس مش عم بيستفيدوا منها، وبتوصل مبالغ كبيره، يعني في جامعات 50 و60 ألف، وانت هذه بتفيدك في المستقبل لما يكون عندك ضريبه او بتشتغل او ضريبتك عاليه. هلا برضه فوائد قروض التعليم اللي هي الاساب او هذا بتيجي على الانترست، لما تبلش تدفع في الانترست بيجي في ستيتمنتس، هاي الانترست برضه ممكن تخصمها. في رسوم التراخيص، اذا انت زلمه دكتور بروفيشن، احنا CBA مثلا بندفع CBA اونتاريو، اي واحد سيرتيفايد الكتريشن، مهندس عنده تراخيص، هاي التراخيص او الاشتراكات مع النقابه، هاي ممكن يستفيد منها ويخفضها. وفي الديسابيليتي تاكس كريدت، هذه الديسابيليتي كريدت عشان تكون هي غير الاو دي اس بي. هي شو الفكره؟ مرات بيكون واحد عنده ديسابيليتي جزئيه في شغله معينه في جسمه، بيكون عادي بمارس حياته، بس مشكله بظهره، مشكله بجريه، فبروح في نموذج بعبيه، بروح عند الدكتور فاميلي دكتور تبعه، بيعبي هذا النموذج، وهذا النموذج بنبعت للCRA، واذا كان ابروفد باي CRA والدكتور اثبت انه في عنده بعض الامور اللي بتحسه انه مش هيز نوت بيرفورمينج، او في عنده مشكله في ظهره، مشكله في كتفه، مشكله في اجريه، ولو يعني انه يعني هذه في لها شروط معينه، هذه الكريدت ممكن بتوصل يعني هلا 8000 وشويه ممكن يستفيد منها، بس طبعا هاي شرطها لازم هذا النموذج يكون موقع من الدكتور وتروح للسي ار اي والسي ار اي تو ابروف ات، وممكن تقعد 3 4 سنين او اكثر. الدكتور يقول لك هاي ممكن تقعد لك 3 سنين، ممكن تقعد 5 سنين، فانت بتستفيد منها كل سنه حوالي 8000 وشويه ممكن لك او لزوجتك تعطيها اذا كان في اذا بتحتاجه الانكم تبعها عالي او يعني. ففي كثير امور يعني انا عشان هيك حبيت اثير بعض النقاط، لانه في كثير امور كريدت ديدكشنز للاسف بتفوت في كثير ناس وموجوده في قانون ضريبي، يعني فينا نستفيد منها. دكتور انا بدي اسال سؤال هون على المورجج، ناس كثير بتحكي انه الانترست اللي بدفع المورجج ممكن ينزل برضه، هل هذا صحيح؟ لا 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 لا، يعني شوف عشان يكون الامور اوضح وعشان برضه يكونش في لبس. هلا الانترست على بيتك يعني مثلا انت اذا سيلف امبلويد، هون بنحكي لانه انا كنت احكي عن موظف. هلا انت سيلف امبلويد وبتشتغل من بيتك، الشركه او عندك شركه بتشتغل من البيت، فيك تستفيد من الانترست جزئيا، انت مصاريف الانترست بس مش اللي بتسبب. فيك تستفيد جزء زي ما حكينا، انت قد كنت تاخذ 10 ل 15 ل 20% من مصاريف البيت اللي هي الانشورنس، الرنت او ذا بروبرتي تاكس، اليوتيليتيز، ومنها الانترست على البيت ممكن. اذا عندك انت انفستمنت بروبرتي وبتاخذ منها رنت انكم وفي هذا مورجج الانفستمنت بروبرتي، ممكن تستفيد من الانترست تبعت الانفستمنت بروبرتي، تخفض فيه الايجار، ايرادات الايجار اللي انت بتاخده. فهي لا انترست ياس بس للموظف بيقدرش يستفيد منها، بنرجع على السيلف امبلويد او اللي عنده شركه وبيشتغل من البيت. فبالتالي عشان هيك بنحكي الموظف دائما، يعني الموظف الشغل الوحيد اللي بيقدر يستفيد منها اللي هي زي ما حكينا من هدول الدونيشن، مصاريف طبيه ضمن ليمت معين، طبعا شراء بيت اول مره، المصاريف رعايه اطفال الشرط انه تكون زوجته تشتغل، وفي رسوم التعليم وترخيص وديسابيليتي كريدت. ما بقدر ياخذ مصاريف سياره، موبايل، مصاريف البيت للموظف. هنحكي شوي عن البزنس، يعني البزنس لهم مصاريفهم الخاصه صحيح. فيهم في جزء مصاريف البيت. هلا في مهم جدا معلومه، لان الناس بيجيبوني، طبعا في ناس نيو كامر ناس جدد مش عارفين، بيجي بيقول له انا عندي مصاريف السوبر ماركت، مصاريف الاكل ومصاريف طب هاي مش ما بستفيد منها بالضريبه. الحكومه اعطت لكل شخص مقيم بسموه بيسك بيرسونال كريدت، كل سنه بزيد، يعني السنه الماضيه كانت 12000 2019، هلا ب 2020 صارت 13200 وسمثينغ. هذا طبعا هذا في جزء منه فيدرال وجزء منه بروفينشال. طبعا عشان نكون احنا حريصين، الضريبه في كندا هي فيدرال وبروفينشال. في اونتاريو، العايش في اونتاريو ما بحس فيها لانه نفس الاقرار فيها الفيدرال والبروفينشال. في كيوبيك بتلاقي بدك تعمل اقرار لحاله فيدرال بس، يعني فعشان هيك في هذا البيسك بيختلف. بس انا بحكي 13200 للفيدرال، البروفينشال اونتاريو شوي اقل. بس اللي قصد من هذا الحكي انه هذا بقول لك اي واحد انكم تبعه 13000 واقل بدفعش ضريبه. فبالتالي انت اوريدي انا مغطيك 1000 وشوي من مصاريفك الشخصيه، خلينا نحكي صحيح. يعني فبالتالي اذا دخلك 20000 فرضنا بالسنه، اول 13000 معفيه، بتبلش الضريبه بعد ال 13000. اللي هو على السبعة. اذا كانت زوجتك موجوده وما بتشتغلش بصيروا 26000. فبالتالي اللي بيشتغل وزوجته ما بتشتغل بيقدر اب تو 26000 انكم ما يدفع ضريبه. تمام؟ هاي برضه معلومه يعني مهمه نعرفها، انه ما في داعي نخزن مصاريف السوبر ماركت والاكل والامور هاي كلها لانه مش حنستفيد منها. هلا زي ما حكينا انواع الدخل الشخصي، في عندي التي 4 اللي هو الموظف والتي 4 اي، انا نتعود على هاي المصطلحات لانه ستيل في ناس صار لهم سنين في كندا ولسه مش عارفين هاي المصطلحات وبخربطوا فيها. تي 4 اي تي 4 اللي هو الموظف، كل شركه انت بتشتغل فيها ملزمه انه تعمل تي 4 الك، تعطيك شو يعني تي 4؟ بتلخص كل الانكم تبعك، سوري الراتب تبعك اللي اخذته، وكل السي بي بي ديدكشنز والاي اي ديدكشنز والانكم تاكس ديدكشنز، بيعطيها في ملخص، بيعطيك نسخه للموظف ونسخه تروح للسي ار اي. فبالتالي انت هذا بتروح للمحاسب عشان يعمل لك عليه الاقرار الضريبي الشخص تبعك. الشخص الكونتراكتر اللي هو مش موظف البارت تايم او بيشتغل از كونتراكتر بياخذ T4A. تمام، فهذا النوعين من الموظفين. وفي عندنا اللي هو الدخل من الاستثمار بيجيك T5 او T3 حسب اذا في عندك فوائد او انترست من البنوك او ودائع، هذا اللي على السيفنج اكونتس او على الاكونت. يس بيجي اي شيء فاينانشال انستتيوشن انت عندك فيها ودائع، عندك فيها انفستمنت، بيجي فيها سليب اخر السنه بتروح نسخه لك ونسخه للضريبه. في داخل عفوا الاستثمار انت بتحكي مثلا واحد عنده ايش بسموهم هذول الدايركت انفستنج، لا مثلا شاري اسهم في شركه معينه وخسرت هاي الشركه. سؤالك جيد دكتور. هلا بنفس هذا التي 5 او تي 3، وفي عندهم تي 5 وتي 3 في بعض الاستثمارات بيجي تي 3. اذا عندك لوسز بتنحط وانت بتستعملها فور ذا فيوتشر انها تخفض اي كابيتال جين او اي كابيتال جين في المستقبل، فبالتالي انت لازم تثبتها بالقرار الضريبي تبعك. ما بتستفيد منها حاليا، تستفيد منها فور اني فيوتشر كابيتال جين، اذا في عندك ارباح راس ماليه في المستقبل فيك تستعمل هاي اللوسز. في عندنا دخل من تاجير عقار، في ناس كثير عندهم عقارات استثماريه باجروها، برضه في لها في فورم من ضمن التي 1 تبعه ضمن الاقراء الشخصي، بحط الايرادات بحط المصاريف، من مصاريف اللي هي البروبرتي تاكس، الانترست زي ما حكينا، الكونتو فيز، يوتيليتيز اذا بدفع اي شيء مصاريف، اذا مينتننس على البيت بحطه، وهي تدخل ضمن الدخل تبعه الشخصي. وفي الكابيتال جين، والكابيتال جين عشان تكون الامور واضحه هو عباره عن ربح راس مالي. يعني عندك انت بيت استثماري، عندك استثمار في 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 عقار، في يعني اللي هو ناتج عن، يعني مش الربح الناتج عن دخلك من 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 البزنس انكم او بروفيشنال انكم، هو ربح من بيع اصول راس ماليه. هذا الكابيتال جين، فرضنا عندك بيت بيسوى مليون، اشتريته مليون استثماري. طبعا البيت الشخصي، بيتك انت اللي بتسكن فيه او انت وعيلتك، بسموها برايمري ريزيدنس، هذا معفي من الضريبه اذا بعته. يعني انا بيتي بعتي مليون، بيتي شريته مليون دولار انا ساكن فيه او عيلتي، وبعدين بعته صار مليون ونص، النص مليون هاي الكابيتال جين معفيه اذا كان البيت انا اللي ساكن فيه او بعتبره برايمري ريزيدنس، هو بشكل رئيسي هو المكان اللي بقيم فيه. هلا بنحكي عن كابيتال جين اذا بيت ثاني انت مشتريه ومستثمر فيه، او عامل كوتج، او عامل في مكان ثاني. يعني حتى الكوتج، يعني انا في ناس كثير ما بيعرفوش، مرات كوتج انت مش ماجره وبدك تبيعه، في 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 حركات نعملها او في شروط نعملها ممكن تخليه البرايمري ريزيدنس، وبالتالي اذا بعته وحققت ربح ما يكون كابيتال جين عليك. اوكي، اهم شيء ما تاجره وبتستعمله فتره معينه خلال السنه. بس اذا في عندك عقار يعني ماجره وبعته، فرضنا انت زي ما حكينا مليون، بعته مليون ونص، ربحان نص مليون، شو بسوي الضريبه؟ بقول لك ما بحاسبك على نص مليون، باخذ 50% من الربح تبعك اللي هو ال 250,000، هذا بدخل الانكم تبعك. اوكي، بصير انكم. ايوه بصير انكم، باخذ 50% من ربح الراس مالي تبعك، وطبعا بتضاف عليه ضريبه، بتضاف على بقيه الانكم تبعك، لان بتدخل ضمن حسب البراكت تبعك، حسب الشريحه تبعتك. احنا عشان نكون عارفين، احنا الافراد فيدرال بروفينشال في عندنا حوالي 5 شرايح، يعني بتبلش شريحه كله، يعني مش حافظ الشرايح، بس مثلا بتبلش من 20% باونتاريو، 15 فيدرال و5 اونتاريو، 20% الى اي انكم فوق 13,000 زي ما حكينا، ل 40,000. 40,000 بتبلش في الشريحه الثانيه 26%، بس والشريحه الخامسه اللي فوق ال 220,000 هي بتحكي عن فوق 50%. يا شرايح، فهي الضريبه في كندا شوي مرتفعه، فبالتالي هي شرايح. فبالتالي انت شو بصير الانكم تبعك؟ في عندك امبلويمنت انكم، دخل من الوظيفه، دخل من الاستثمار، في دخل من تاجير عقار، دخل، فكله بيدخل كل ضمن هاي، وبعدين بيروحوا بشوف اي كريدت عندك. المختصر كل فلوس بتدخل الك يس مربح. ايوه، حتى البخشيش والتبس. طبعا، والتبس طبعا كل شيء. وبالتالي انت بعد بخصم منك اي كريدت 13000 البيسك، وفي اذا في عندك ديسابيليتي، عندك رسوم تعليم، عندك مصاريف رعايه اطفال اللي حكينا فيها في البدايه. فبالتالي هيك باختصار خلينا نتخيل كيف الاقرار الضريبي الشخصي تبعي وشو الديدكشنز والكريدت اللي ممكن انا استفيد منها بشكل رئيسي. في ناس عندهم بيوت في دولهم العربيه ومأجر هذا البيت وبتجي مثلا $1000 بالشهر، هذا هلا لازم دخله؟ سؤالك جيد دكتور، وانا كنت سبحان الله بدي نحكي فيها اللي هي القانون في كندا. وانس يو ار ريزيدنس، ما دام انت ريزيدنس، بيختلف عن امريكا. امريكا بيعتمدوا على السيتيزن شيب، هون على الريزيدنسي. كونك مقيم مش ضروري كندي. في ناس بيقول لك انا مش كندي، لا مقيم عندك بي ار. انت مطالب انك تبلغ عن الانكم تبعك داخل وخارج كندا. هذا القانون. هلا شو بتنفذ؟ يعني شيء مختلف، بس هذا القانون بقول لك اي انكم داخل وخارج كندا انت لازم تحطه ضمن الانكم تبعك. زي ما تفضلت عندك ايجار بيت في 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 ميدل ايست وانت ماجره، نفس التريتمنت، بتطرح منه مصاريفه شو الصافي بتحطه ضمن الاقرار الضريبي تبعك. هلا في ناس يعني في المقابل مثلا شو عشان نكون بالصوره، هلا اذا انت فعليا مش مقيم في كندا وانت كندي، وهي اخطاء بوقع فيها كثير ناس، يعني ناس كنديه اخذوا جنسيه وخلص وبقول لك انا بعد فرضنا ما حبش كندا او يعني هو عيلته ورجعوا للخليج او رجعوا للميدل ايست بدهم يستقروا هناك، وانت كندي دغري انت اعلن انك انت نون ريزيدنت، لانه طول ما انت ريزيدنت عند السي ار اي مطالب حتى تحكي عن الانكم تبعك خارج كندا. هلا شو هاي يعني ناس بخافوا قديش حط نون ريزيدنت، بقول له كلمه نون ريزيدنت طبعا هي السي ار اي في عندهم بسموها ريزيدنسي تايز، يعني في عندهم روابط الاقامه، في لها شروط، مش انت بتقول انا مقيم مش مقيم، والله انا هلا مش، يعني هي في لها معايير، يعني مثلا فرضنا واحد ما بغيب اكثر من 6 اشهر من كندا وعيلته واولاده هون، هذا بيعتبر مقيم مثلا. يعني اهم بند انه عيلتك واولادك مش معك في كندا، موجودين في برا كندا، بعدين بيجي سكندري تايز، وجود بيت، وجود حساب بنكي، وجود يعني في برايمري ريزيدنس تايز وفي سكندري برايمري، بديش يعني ادخلكم بس خلينا. الريزيدنس هذا ما عليه اقرار ضريبي. هذا اللي نون ريزيدنت ما بيعمل اقرار ضريبي اذا ما عنده انكم داخل كندا. بس فرضنا عنده بيت مأجره بده يبلغ عنه، بس اذا ما عنده انكم نهائي في كندا ما في داعي يقدم اقرار ضريبي. هلا شو الشغله الوحيده اللي بيخسرها؟ البنفتس يعني البنفتس اللي هي تشايلد تاكس بنفيت فير، يعني انت مش مقيم واولادك مش مقيمين، بتخسر الاوهب اللي هي الهيلث كارد لان انت فعل مش، بس فيك ترجع بعد 4-5 سنين رجعت مره ثانيه على كندا بتعمل في فورم بتعبيهم انا صرت ريزيدنت ورجعت ومقيم واشتغلت هون في كندا، كل هالامور بترجع لك مره ثانيه. اذا لا يفقد الجنسيه ولا يفقد اي شيء، بيرجع عادي. اوكي انا كندي، بقول لهم لا كندي مش هون كندي، معيار ريزيدنت نون ريزيدنت. فبالتالي هي اللي بنحكي فيها بشكل واضح. هلا بنحكي بشكل بعد هيك، بس عشان نكون واضح الامور، الاقرار الشخصي هو عن سنه ميلاديه كالندر يير غير الشركات، ده من 1 حتى 31 ديسمبر، والموعد النهائي 30/4، المقيم عن دخله مكتسب داخل وخارج كندا. السنه هاي ما فيني يمددوا، السنه الماضيه مدوها، الى الان احنا مش عارفين اذا بده يمدوها الديدلاين، بس سو فار ما اعلنوش اي شيء، فنحن الديدلاين تبعنا 30/4. بس معلش خلينا اوضح هون نقطه، الاقرار الضريبي عن السنه الماضيه 2020 يس، والموعد في 30 ابريل السنه اللي بعدها، يعني معطوك 4 اشهر عشان تقدم. تمام، تفضل. هلا بضمن الادوات اللي ممكن استعملها تخفيض ضريبه، هي مهمه جدا، في ناس كثير ما بيعرف عنها، وحتى ناس والله يعني ناس صار لهم فتره في كندا ورجال اعمال، بس احكي لهم عن الموضوع هذا مش عارفينه، ولما عرفوا انهبلوا، يعني اوف في هيك، طبعا في هيك، يعني في، يعني مش بقول لك في قانون ضريبه، في كثير امور ادوات فينا نستعملها نخفض ضريبتنا. الRRSP اللي بسمع فيها في ناس اكيد سامعين فيها وفي ناس يعني يمكن مش عارفين فكره عنها، وفي الTFSA. الRRSP اللي هو Registered Retirement Saving Plan، والTFSA اللي هو Tax Free Saving Account. الفكره منه الفرق بينهم الRRSP هو شوي اعقد. هذا RRSP بس مور بنفيت. فرضنا RRSP شو عباره عن؟ هو RRSP عباره عن انت فيك مبلغ تحدده، السياره حددت لك اياه كل سنه بالنوتس اوف اسسمنت، النوتس اوف اسسمنت بتجيك بقول لك هالقد لك RRSP ليميت، المفروض انت ما تتجاوز عن الليميت. هذا المبلغ اللي هو محطوط لك فيك تستثمره، تروح على جهه بنك او فاينانشال انستتيوشن او فاينانشال ادفايزر، تقول له انا عندي ليميت فرضنا $30,000 ليميت. طبعا الليميت بنحسب حسب الانكم تبعك، بيحسبوه السياره وهو تراكمي، اذا ما استعملته فيك يو كان كاريت فورورد وبتراكم. هلا هذا الRRSP هي الفكره ايش؟ اذا انكم تبعك عالي وضريبتك عاليه، وزي ما حكينا اللي موظف T4 راتبه فوق ال$100,000 وعنده يا دوب راح يدفع ضريبه كثير، فاحد الادوات اللي بيستعملها وعنده كاش في البنك، بدل ما حاطه بسيفنج وتشيكنج اكاونت مش بستفيد منه، انا باخذ هالمصاري هاي، بروح على نفس البنك بقول له بدي افتح RRSP، بحط $30,000 اللي هو الليمت تبعه. ال $30,000 هاي فينا استعملها از كريدت از ديدكشنز واخفض الانكم تبعي. يعني تخيل قديش ممكن تنزل لو انت بشريحه، فرضنا الشريحه اللي هي بتوصل 35%، يعني انت موفر ضريبه $10,000 من ال $30,000 عشان واو. بس تخيل قديش. وشو فكرتها؟ ال $30,000 حاططها بحساب استثماري، يعني انت مش دافعها. لا يعني انت مش راح حاطه مصاري عند الناس او دافع فيها، هذا حسابك الشخصي انت، بدل ما تحطه في تشيكنج او سيفنج اكاونت بحطه في RRSP ميوتشوال فاندز. ممكن تعمل دايركت انفستنج، في ناس بتاجروا بقول لهم افتحوا لي دايركت انفستنج، انا بدي اتاجر فيهم بس حطوا لي هالمبلغ واعطوني هالمبلغ، وانا حولوا لي من تشيكنج حطوني بحساب RRSP، وممكن يصير اشتري اسهم وسندات وامريكيه اوروبيه كنديه وات ايفر بقدر استعمله، او بخلي البنك هو اللي يديرها. فال $30,000 هاي اللي حطيتها لسه هو بحسابي يعني، وفي انكم تبعه شغال معفيه من الضريبه، والمبلغ اللي حطيته انا ال $30,000 استعملته از ديدكشنز. السنه اللي بعديها صرت انا عندي 50,000، احط كمان 20,000، فبالتالي الفكره منها الRRSP هي اداه استثماريه وضريبه مؤجله. شو يعني ضريبه مؤجله؟ هي تستعمله انت از ديدكشنز لما يكون عندك الانكم عالي، لما توصل 60 65 او 70 وبتتقاعد بيكون عندك بواطي، بصير تاخذ منه. لما تاخذ منه هذا تاكسبل، بكون عندك البراكت واطي تبعك، بضل يعني اكيد اقل، مش حق. يعني مثلا كان ياخذ فوق ال $100,000، هلا يمكن ياخذ له يعني باخذش شيء، يمكن اذا اخذ له 20 او 10 او 15 سحب منهم، هذا بسحبهم بدخلهم ضمن اقرار الضريبه، اتس تاكسبل. بس هي امتى باخذهم؟ لما يكون عنده، لما يتقاعد، عشان هيك سموها ريجسترد ريتايرمنت. هو اداه تقاعديه ضريبيه استثماريه، ما تخيل قديش فوائدها هذه الاداه يعني. طب هاي عندي سؤالين عليها. اذا اخذهم قبل التقاعد، بده يحتاجهم قبل التقاعد، هل بدفع عليهم ساعتها ضريبه؟ اذا اخذهم طبعا اي وقت، اذا انت سحبتهم فرضنا هلا انت بعد سنه اخذتهم بتدفع ضريبه عليها، اتس تاكسبل. يعني الكونتريبيوشن ديدكشنز، الويدرول از تاكسبل. والسؤال الثاني، هل في وقت محدد لاستخدامهم لفتح هذا الحساب، استخدامهم بالسنه الماضيه؟ لا، السنه يعني سنة انتهى التاريخ، هي تاريخ 1/3 صراحه من كل سنه. يعني اذا انتهى، لانه بيعطوا مثلا بيعطوا خلال 2020 وبيعطوك شهرين من السنه اللي بعديها، الديدلاين تبعها انتهى. انا والله حكيت فيها في حلقات يعني، ما في اكثر، وحتى نزلته عندي على انبه الناس على الRRSP هاي، لانه الناس ما بيعرفوهاش. فبالتالي الRRSP هاي في شغله مهمه، سمحوا، شوف قديش السيارة، سمحوا من ضمن الRRSP تسحب $35,000 عشان تشتري فيها بيت، اتس نوت تاكسبل. بيت الاول صحيح؟ بيت الاول هوم باير هذا، وفيك تاخذه ومش تاكسبل، وبعدين بترجعه 15 سنه بتسده، يعني كيف ترجعه. هي برضه ميزه موجوده انك انت فيك تستفيد هذا اس بي، تشتري او تساهم في الداون بيمنت تبع البيت تبعك واتس نوت تاكسبل. التي اف اس اي هو موضوع اسهل، بس انا بشجع الكل. يعني شوف انا بقول للناس، بقول لي طب اخذ ار اس بي ولا تي اف اس اي؟ بقول له اللي دخله عالي يروح للار اس بي، اللي دخله يعني مش ما في عليه ضريبه عاليه يروح للتي اف اس اي. التي اف اس اي شو الفكره تبعته؟ هلا انت بتروح برضه التي اف اس اي هي مش هي ليميت، برضه في ليميت، بس هي ما بتعتمد على الانكم. الحكومه الكنديه اعطت لمسم كل سنه 6000، كان في الاول 5.5 وصار انت 6000 الى بتتراكم عليك. فرضا وصلت انت 50000 الليمت تبعك، فيك تاخذ جزء من اموالك الشخصيه اللي حاطه في سيفنج او حاطه في تشيكينج وتحطه فيها تي اف اس اي. برضه بتروح عند البنك او فاينانشال ادفايزر بتقول له بدي اعمل تي اف اس اي، طب انت ودين ليميت؟ يس ودين ليميت، بحط ال 50000، اي انكم داخل هذا ال 50000 معفي. وفيك تسحب يعني فيك تحط وتسحب، تحط، ما في ديدكشنز وما في تاكسبل، بس اي انكم من كابيتال جين، بعت اسهم ربحت فيها. هلا الناس عم بيربحوا قاعد بلاوي، ال 50000 صارت 100000 صحيح. هذا الربح تبعك معفي من الضريبه. تخيل التي اف اس اي ما في تي 5، هاي اللي هي ايوه ما في تي 5. فهي شوف ميزته انه انت فعل اي ارباح، اي فوائد، اي ديفيدنس، اي ارباح راس ماليه ضمن التي اف اس اي معفي من ضريبه. الكونتريبيوشن ما بتستفيد منه از ديدكشنز، بتسحب، هو في ما في تاكسبل، اي شيء داخل الانكم تاعه معفي من الضريبه. هاي من ضمن الادوات. نعم له تاريخ فتحه؟ خلال السنه، لازم خلال 2020 طبعا، هو لانه مش مربوط بالضريبه دكتور جمال، فبالتالي فيك تفتحه او اي وقت. هي الفكره منه انه اي ربح جوات هذا الحساب معفي من الضريبه، يعني هاي الفكره تبعته. لانه مش زي الار اس بي بقدر استعمل كونتريبيوشن از ديدكشنز، عشان بيعطوه ليميت او تاريخ معين. فهذا من ضمن الامور اللي انا بشجع الناس يستعملوها، موجوده. هلا انا بشجع ناس كثير يعملوا دايركت ديبوزيت، ممكن شافوا حسوا فيها بالدعم، بدل ما يجيهم البريد على شيك بالبريد او تشات تاكس بنفيت. هلا برضه معلومه الناس في كثير بيعرفوها، شو بيجوا عندي وبيجوا بيقولوا والله في خطا صار عندنا قبل كم سنه، بقول لهم بتقدر تعدل اي اقرار ضريبي 10 سنوات لورا. سمحت بتسمح السياره انك انت تعدل اقرارك الضريبي سواء لصالحك او اذا انت ضميرك صحي. اذا ضميرك صحي، ما ضميرك اجى وقال لك والله انا غشيت الحكومه وما بلغت ولسه ما اكتشفوا، فيك تعدل ويسامحوك عن اي غرامه. او صار في خطا من محاسب وخطا منك، ما حطيت مصاريف او ما انتبهت، فيك تعدل اقرارك الضريبي في شيء اسمه T1 Adjustment، بنعمل حتى اونلاين على حساب CRA ل10 سنوات لورا. CRA بتطلب انه نحتفظ بالمستندات اللي هي المؤيده، يعني زي ما حكينا في عندي رعايه اطفال، عندي اي مستندات مؤيده او تيوشن فيز او شيء، يكون على الاقل 6 سنوات، ممكن ترجع لك اذا رجعت ل6 سنوات، بعد 6 سنوات ما لهاش حق انها تطلب تأييد لاي مصروف. هاي بشكل عام هذا الاحتفاظ بالمستندات شيء مهم جدا، عشان هيك يمكن السكان احسن شيء صحيح؟ سوفت كوبي. يا انا كثير بشجع ماي كلاينت انه يعني اول شيء بتريح الجميع، وبرضه هو بيعمل سكان عنده، ببعث لي اياها، انا بحطها عندي على السيرفر، فبالتالي كله دائما بيكون سوفت كوبي، حطه اي كلاود عندي، فبالتالي كله، لانه الورق بعد فتره انتم بتشوفوا كيف بصيرش واضح وممكن تضيع، يعني صعب انك انت تحتفظ فيه او تدور عليه بسهوله. احنا هيك يعني، بس لا يعني مش حاب نحكي في، يمكن اذا بنحب نحكي بشكل سريع هلا ان شاء الله. العمل التجاري هي الفكره هاي، بس حبيتها، بس ما ممكن ما يعني هاي يمكن في حلقه الموضوع الثاني هنحكي عن، طبعا نعطي مجال هذا، بس هحكي انا على شوي عن خلينا دكتور نحكي عن اخر تحديث للدعم تبع الحكومه. نعم اذا بدك هاي خلص، يعني اذا بدك السلايدز. انا صراحه كان احط في بالي هدف معين، بس قلنا لا خلينا هي اعمال التجاريه بنحكي فيها بعدين، يعني في حق. انا كان في عندي سؤال هون، يمكن ما بعرفش اذا انت حاطه عن السيلف امبلويد لانه هذه كثير بتصير، هل موجوده في السلايدز ولا لا؟ موجوده يس، اذا بتحب ادور عليه. اوكي تفضل السلايدز اللي قبليها. هلا السيلف امبلويد الفكره منها، في ناس كثير بيجي بيعمل عمل تجاري، بيجي بيسالني اشتغل از سولو او سيلف امبلويد او از كوربوريشن. انا دغري بجاوبه بقول له روح للكوربوريشن، المزايا الكوربوريشن لا تعد ولا تحصى. الكوربوريشن طبعا القانون بيسمح لك تشتغل ضمن كمؤسسه فرديه وباسمك الشخصي، او تعمل بسموها ماستر بزنس لايسنس يعني اسم تجاري وباسمك الشخصي، فبالتالي القانون بيسمح لك. بس انت الشركه مزاياها كالتالي. اول شيء انا عندي انت اذا في دكتور خاصه، اذا بترجع ورا دكتور قبل هاي قبل في وحده ثانيه هون هلا بنحكي عن انواع شق القانون للعمل التجاري. في مؤسسه فرديه قد يكون في تضامن، عندي بارتنرشيب، وفي عندي الكوربوريشن، وفي عندي بس بعد اذنك قبليها دكتور، بعد قبل هاي اذا لا بعديها انا سوري بعديها خلاص تمام. لا هي سلايد. هلا مثلا الشركات بتلاحظوا النقطه الثالثه ايش مزاياها، انا بفضلها دائما المسؤوليه الليميتد لايبيليتي. يعني انا في السولو مسؤوليتك بتروح لاموالك الشخصيه. بتعرف احنا في كندا قد يكون في عندك عليك كليمز من اي ثيرد بارتي او من عمال او وات ايفر، فبالتالي وما عندكش انشورنس كافي فرضنا، فوقتها ممكن نروح لاموالك الشخصيه. ميزه الشركه البزنس ضمن الشركه انه هي محدوده المسؤوليه، يعني فقط ضمن الاموال داخل الشركه، ما بروحوا لاموالك الشخصيه. الميزه الثانيه اللي هي معدلات ضريبيه اقل. يعني بس خليك نتخيل دكتور ايش شو حكينا احنا الافراد، طبعا السولو السيلف امبلويد بيدخل ضمن الاقرار الشخصي تبعه. الاقرار الشخصي زي ما حكينا ببلش من 20% بوصل ل 53%، يعني فبالتالي النسب عاليه. الشركات اول نص مليون صافي ربح، تخيل نص مليون صافي ربح فقط 12%. اوه تخيل. يعني بقول للناس يعني فعلا انت لازم تروح للشركات، ضريبتها اقل بكثير. طبعا هي اجت من ايش؟ في بكندا شيء اسمه سمول بزنس ديدكشنز، هي بالاصل 29 او 36 او 30%. الاس ام ايز هون في كندا بدعموها. بقول لك سمول بزنس ديدكشنز، انا بعطيك اياها اللي بيملك، لازم يكون واحد ريزيدنت بي ار يملك الشركه فوق ال 50%، انا بعطيه السمول بزنس ديدكشنز، بصير ضريبته في اونتاريو فقط 12.2. فبالتالي من المزايا طبعا برضه قدام البنوك كوربوريشن احسن لها افضل، يعني الايمج فيك تحط لحالك راتب ضمن الشركه، بالسولو ما بتحط راتب لانه انت ضمن الاقرار الشخصي. في الراتب هذا فيك تستفيد منه، تعمل RRSP، لانه RRSP اللي حكينا فيه يجي من الراتب تبعك. فهي في لها مزايا كثير وجود الشركه. فشركه السيلف امبلويد بنرجع مره ثانيه، السيلف امبلويد ميزته ان انت فيك تعمل تحط مصاريف البزنس زائد مصاريف جزء من بيتك، مصاريف السياره جزء منه حسب استعمالك، طبعا في لها حسبه، مصاريف من الموبايل، تعمل ميلز ان انترتينمنت، تروح عزمت والناس بيشربوا كونفورتين شاي قهوه او عزمتهم على غدا عشاء، هي فواتير يو كان يوز ات از ا بزنس ديدكشنز. ففي مرونه غير الموظف، فبالتالي كسيلف امبلويد عندك بزنس في كثير مصاريف انت غير مصاريفك المباشره كبزنس، فيك تستعمل مصاريفك الشخصيه الثانيه من موبايل سياره، فيك تدخله ضمن مصاريف هالبزنس ضمن نسب معقوله. انا كثير بشوف ناس ببالغوا فيها وبحطوا نسب عاليه، وتكون الضريبه ما حط السياره ما حطت شروط مبالغ، قالت في فقره تكون ريزونبل. كلمه ريزونبل هاي بدك تكون انت ضمن مدى معقوليه هذا المبالغ ضمن الانكم تبعك، ضمن طبيعه البزنس تبعك، لانه في CRA لما تقدم الاقرار ضبيعي في عندهم بنش مارك they can compare ويشوفوا اذا انت منطقي يعني. انا قبل ما ادخل في موضوع السيرب لانه هذا مهم جدا في موضوع ثاني في البزنس في السيلف امبلويد اللي هم اللي بيشتغلوا سواقين الاوبر و سكيب ديشز والشغلات هاي، هدول يعتبروا سيلف امبلويد. فلو لو لو شوي بس تحكي لنا كيف ممكن يسووا موضوع الضريبه. الضريبه طبعا بتيجي ستيتمنت من اوبر بكون بوضح قديش الانكم تبعهم، هي مهمه جدا الستيتمنت، هاي لازم ياخذوها من جماعه الاوبر او من الجهات اللي هي زي هذول. هلا انا برضه هاي الاوبر في ناس كثير بحطوا مصاريف يعني بشكل عشوائي، يعني لازم تكون مصاريف لها علاقه بالاوبر. يعني دائما احنا مصاريفنا يعني مينلي بشكل اساسي السياره. انت بتستعمل سياره في ليس او فاينانس ضمن عدد كيلومترات، يعني مثلا بالاوبر بكون حاطط ماشي مثلا والله 40,000، انت المايلج تبعك او العداد كان ماشي خلال السنه 60,000 فرضنا. اذا انا بستعمل 40 من 60,000 وبحط كل مصاريف السياره، بحط الانشورانس، بحط ريبيرز، الفيول، كلها، وباخذ نسبه ال 40,000 ل 60,000، فباخذ المايلج تبعتي اللي استعملت في اوبر لتغطيه المصاريف تبعتي. فهو بشكل رئيسي الاوبر هو مصاريف السياره، عرفت كيف؟ اذا لازم نحافظ على هدول الفواتير، البنزين والعدد كيلومترات اللي انت مشيتها خلال السنه تقريبا. يعني السياره كان مرات يشددوا يعمل لوك، هلا صار شويه يعني شويه تراخوا، بس على الاقل يكون عندك قراءه العداد بدايه السنه واخر السنه، وبتيجي الاوبر بكون حاطين قديش انت ماشي كيلومترات. هي مصاريف السياره بشكل اساسي. هلا بضيف كمان في شغلات، تحط موبايل، في مجال تحط جزء بسيط، تحط كمان الشاي والقهوه والميلز والانترنت وانت بتلف فيك تحط هاي. فهي في لها شيت عشان تكون عارفين الجميع يكون عارف. ضمن الاقرار الضريبي الشخصي تبعك في شيت فرعيه داخليه اسمها T2125، بتحط هي نموذج محطوط للبزنس للسيلف امبلويد، بتحط ايراداتك وبتحط كل انواع مصاريفك، فبوجود كل انواع المصاريف اللي بتخطر على بالك بتصير تحط، وبعدين حاطين قديش مصاريف السياره، في شيت اضافيه عن مصاريف السياره وعدد الكيلومترات. يعني جماعه كثير مرتبين الشيتس هذه، بس اهم شيء تكون انت محضر حالك وعارف الارقام ومجهز الفواتير وعامل فيها اكسل. هاي ضمن الامور باش كنت يعني اشترط على الناس يا جماعه احتفظوا بالفواتير وبالسجلات وباي شيء يساعدكم، ما تيجوا اخر السنه على الذاكره، يعني لا يكون اول باول حاطط مصاريفك ضمن ملف او ضمن اكسل شيت، ولا حطوا اكسل شيت، يعني افتح اكسل شيت عبيها. اذا بدك تعمل كويك بوكس، بدك تعمل اكونتنج سوفت وير، اكسل شيت بسيط او الفواتير احتفظ فيها، ولانه اعتماد على الذاكره بضيع علينا فرص كثيره ومصاريف كثيره احنا ممكن نستفيد منها. هاي بشكل رئيسي هي الاوبر. ممتاز. ندخل على موضوع السرب والتغيرات. انا بدي احكي عن الدعم اللي اخذ دعم، وفي اخبار حلوه دائما دعم الحكومه الكنديه، يعني عم تدعم هالشركات والافراد، والله يستر ان شاء الله ما يكون في عندها عجز بعدين مخيف، بعدين يجي يدفعونا ضريبه بعدين لاحقا. طبعا انا بمزح، بس هم كريمين في عمليه الدعم. هلا نحكي على الافراد احنا بنعرف كان الناس تاخذ سيرب، عرفت كيف؟ هو توقف، كان ياخذ 2000 دولار، بعدين ب 26/9 دخلوا على نظام جديد اللي هو CRB. الCRB هذا شبيه بالسيرب، شروطه تقريبا نفس شروط السيرب، هي عمليه انك انت تكون عندك ال 5000 دولار هاي وتكون تاثرت بكوفيد 19. هلا هم اشترطوا، مش كان في الاول السيرب بيقول لك لازم مينيمم انه ما يكون دخلك اكثر من 1000 دولار، هنا اشترطوا يكون انت دخلك ما يعني لازم يكون ناقص 50% عن دخلك العادي، ويعني 50% شيء. يعني جيت انت قدمت بشهر 10، بقول لك اخر 12 شهر 10 2020 فرضنا، او يعني بقول لك اخر 12 شهر من تقديم الطلب شوف الانكم تبعك العادي، عرفت كيف؟ او دخلك 2019، قال لك اعطيك بديلين، يا اخر 12 شهر او دخلك 2019. خذ انت عندك 52 اسبوع، اقسم دخلك من كل 2019 او دخلك 12 شهر، اقسم على 52، طلع الافرج الدخل الاسبوعي. يعني قارنه مع دخلك هلا في المرحله هاي. فرضنا انت الافرج تبعك كان 3000 دولار افرج فرضنا الاسبوعي او 2000 دولار. تيجي انت هلا صرت انا اقل من $1000، اذا انا نزلت انا صرت اكثر، خسرت اكثر من 50%. هلا CRA يعني بقول لك يعني احتفظ بالحسبه هاي، لانه ممكن يعني يسالوك عنها لاحقا. فهي شرط اساسي في CRB. التحديث الجديد اللي صار كان اول ما طلع CRB بشهر 9 خلوها لمده سنه 52 اسبوع، يعني من 26/9 حتى 25/9/21. لا هي هاي 52 اسبوع بس تستعمل 26 اسبوع. طيب ترودو الحكومه قبل فتره بسيطه قال لك من 26 ممكن تستفيد كمان ل 12 اسبوع، بصير 38 اسبوع اوت اوف 52 اسبوع. فهم سمحوا انك انت من ضمن ال 52 اسبوع، يعني حتى 25/9 من ضمن 52 اسبوع اختار 38 اسبوع من ضمنه. كان في اول 26 اسبوع يعني النص. هاي تقديمه كيف؟ كل اسبوعين بتقدم، بتاخذ $900، بكون مخصوم $100 منك، هي $1000، بكره خصم منك $100. هي انكم تاكس ديدكتد. هاي من ضمن الامور اللي انا بحب ركز عليها. الشغله الثانيه، الشركات واعمال التجاريه وحتى السيلف امبلويد مش ضروري شركات، بيقدر ياخذ ستيل ويست سبسيدي. حكينا على الويست سبسيدي اللي هو دعم بالاجور، وصلوا ل 75% من الاجور. مدوها، كان لو كانوا وصلوا ل 13/3 هلا بالاسبوع مدوها ل 5 جون، عم بمدوها. الرنت سبسيدي فيك اب تو 65% انك تستفيد من الدعم، والدعم ممكن 90% اذا انت من ضمن البزنس اللي سكر توتالي، سكر تاخذ 90% من الرنت. برضه مدوه ل 5 جون. هلا الشيء الحلو اللي ناس كثير ما بتعرفه، حكومه اونتاريو برضه دخلت على الخط، قالت اشمعنى الفيدرال عم تصرف، انا بدي اصرف كمان على الناس. هذا سائل. فراح عملوا قبل اسبوعين او تقريبا قبل يعني يمكن بيشتغلوا يمكن اقل من شهر. الناس قال لك انا اي شركه اي بزنس يتاثر باللوك داون اللي صار 26/12، بتعرف 26/12 صار الارت الامرجنسي هذا ستيت، وبعدين ستي ات هوم. فالبزنس اللي تاثر بشكل رئيسي هاي وحده. طبعا حطوا كثير بزنس، في ناس بزنس مش عم سكر عم يصدروا مطعم وجيم، في ناس كثير تاثر شغلهم نتيجه التسكير هاي. صحيح. حطوا كل انواع البزنسز بالأونتاريو .ca موجود كل في هذا النوع البزنس، كل اللي بخطر على بالك. الشرط الثاني راح اخذوا، بقول لك انت شهر 4/2020 نزل دخلك او الانكم تبعك بشهر 4/2020 مقارنه مع شهر 4/2019 نزل ما يزيد عن 20%. اوكي. لا ليش اخذوا شهر 4؟ يعني طبعا تدخل تبحبش بعدين تسال فيه، بعدين بقول لك ليش الهدف منها؟ بقول لك انا بقدر اقيس مدى تاثر البزنس باول ما صار اللوك داون بشهر 4. يعني هو تاثر في اللوك داون تبع 26/12 من ضمن البزنس، لكن كمبيعات بدي اخذ مبيعاته شهر 4/2020 مقارنه مع شهر 4/2019. طب اذا البزنس ما كان فاتح بشهر 4/2019، فتح باخر 2019، اعطاك المجال تقارن مع شهر 11 12 2019 شهر 1 شهر 2 2020. بس اهم شيء يكون عندك دروب 20%. هذه اذا انت حققت هالشرطين بتقدر تاخذ 10,000 اب تو 20,000 جرانت. جرانت انت ايش يعني جرانت؟ يعني انا مسامحك فيه، يعني مش قرض، مش زي سيبا يعني اخذوا 60,000 وترجع ال 40,000. فكثير ناس استفادوا، واحنا قدمنا من ضمن الخدمات اللي بنقدمها للناس. في اللي تاثر نص نص اخذ ال 10,000، اللي تاثر مضبوط، وكثير اندفع له الناس يعني ال 10,000 هذه. وذن 10 دايز يعني بيعطوك القرار وبدفعوا لك اياه، وبوصل لبنك اكونت تبعك البزنس. فهي من ضمن الامور اللي احنا يعني اللي ممكن الشركات اللي تاثرت باللوك داون الاخير اللي صار انه ياخذ اتليست 10 ل 20,000 جراند. في الشيء الثاني اللي هم طبعا السيبا اللي هي 60,000، اللي ما لحق يلحق لانه حينتهي الموعد النهائي 31/3/2021. يعني 31/3 اللي هو 60,000 هاي. فاللي ما عمل يعمل، شروطه سهله، اهم شيء يكون في عندك دوكيومنتس ما يكفي $40,000 خلال 2020. في برنامج طلعته الفيدرال قبل برضه شهر اسمه هاسكاب. هاسكاب اللي هو هايلي افكتد سيكتورز كندا. ايش يعني؟ هي دعم القطاعات الاكثر تاثرا. اوكي. هذا بقول لك بعطيك قرض من 25,000 حتى مليون. قرض فائدته 4% فقط بضمانه الحكومه وعن طريق البنك تبعك. الحكومه بتضمن القرض، يعني مالوش علاقه في يور كريدت سكور، انت زلمه مش كويس في البنك، انت في بنك معين، هي بضمان الحكومه ضمن شروط معينه. يعني بقدم عن طريق البنك تبعه، تمام؟ مجرد تحقق الشروط، القرار مش عند البنك. يعني انت بده يشوفك زبون مش كريدت، مش كريدت وورثي، مالش علاقه، مالش علاقه. هي اهم شيء انك تحقق شروط، انك انت تاثرت بالبزنس تبعك. مجرد انك اخذت الرين سبسيدي او الوي سبسيدي، يو ار اليجبل. اوه يس، لانه هو واضح انه انت ما دام اخذت وي سبسيدي انت يو ار اليجبل، انك انت تاثرت بالكوفيد 19. في هذا القرض، هو قرض طبعا، مش هو 4% زي ما حكينا، مدته 10 سنين. اول سنه ما بتدفع البرنسبل بس الانترست، وبتحدد المبلغ. يعني انت بتتحدد في هلا اللي شفته من الواقع والبنوك، وحكيت مع يعني في كثير ناس كانوا ممكن اب تو 250,000، لانه صلاحيه مدير الفرع ممكن يعطيك 250,000. واضح. 250,000 بدها شوي شروط اضافيه. اللي ما عنده وي سبسيدي ورين سبسيدي طلبوا بس ميزانيه اخر سنتين عشان يشوفوا انت، لانه شرط اساسي انت كنت شغال ب 2019 كويس، ب 2020 تاثرت، والمصاري هاي بدك تاخذها تستعملها في البزنس، ما تسكر ديون وتروح تشتري بيوت. ايوه لازم في البزنس، واضح، تو سرفايف، وهذا المصاري تخليك انك انت تكمل في البزنس. فهي ضمن طبعا في برنامج كثير ناس برضه مش عارفينه وقليل جدا اللي بيعرفوه، في شيء اسمه ريجنال ريليف اند ريكفري فند. اوكي. RRRF. هذول طلعوا الفيدرال بالتعاون مع البروفنشال حسب في محافظات، قال لك انت ادخل على الويب سايت تبعي هذا RRRF، بقول لك اذا انت اي شيء دعم تحسه انت محتاجه والحكومه الفيدراليه والبروفنشال ما اعطاك اياه، تعال عندي بعطيك. اوكي. فاعطوا ناس كثير، يعني مثلا والله مرات عندي يوتيليتيز مدفوعه، او مرات عندي بعض المصاريف البزنس انا ما اخذتش منها دعم، ما اخذتش رين سبسيدي مثلا، ما اخذتش ويست سبسيدي، ما اخذتش. فهذا برضه فند موجود وصرف عليه يمكن مور ذان 2 بليون سو فار على RREF تريبل ار. هذا برضه يعني موجود من فتره، بس الناس استعملوه هلا، وشو ننصح الناس فيه يقدموا عليه. فيك انت تقدم عليه ضمن، طبعا ما في مبالغ معينه، ما فيش بقول لك تعال قدم واحنا ان شاء الله بنساعدك، وساعدوا ناس صراحه ضمن مصاريف انت ما اخذت دعم فيها من اي مكان، في يدعموك وضمن التقدير تبعهم هم بقدروه، يعني ما في مبالغ معينه، ما في شيء. ف يعني تقريبا في اللي بيشتغلوا في البيت، طلع شيء انه في $400. $400 يس، هي مهمه جدا، صح دكتور، مظبوط. هلا اللي بيشتغل بالبيت خصوصا الموظفين، احنا الموظفين مرات انت بتحتاج انه الامبلوير يوقع لك في نموذج اسمه ديكلاريشن اوف امبلويمنت. اذا في مصاريف معينه بخليك انت، مثلا في بعض الوظائف في العاده، انسى الكورونا، انه والله مثلا هذا بيستعمل سيارته، بيستعمل موبايله، فبالتالي بحط في النموذج هذا انه نموذج عملته السيارة موقع من الامبلوير، فبالتالي ممكن بعض المصاريف يستعملها الموظف هذا. هلا لما صار البانديميك والكوفيد 19، الحكومه قال لك طب بتشتغل من البيت. هلا صار في سمبل ميثود وفي ديتيل ميثود. فيك انت فيري سمبل ميثود، انك انت تقول انا عندي عدد معين من الايام اشتغلت في $2 اب تو $400. فال $400 ف 200 يوم تقريبا، اب تو ماكسيموم 200 يوم. شرط اساسي انك انت 50% من وقتك كان من شغلك كان وقتها في البيت. فهذا فيك انت تقدمها بدون حتى توقيع او بدون توقيع الامبلوير. فيك تستعملها ال 400 اللي هي از كريدت، بتساعدك في تخفيض الانكم تبعك. يس فزي ما تفضلت دكتور، يس هي ضمن الامور اللي هلا صح. في شغله ثانيه مهمه جدا انا طلعها بالترودو اسبوعين، اللي هي اللي ماخذ، بتعرف هلا في ناس صار ياخذوا دعم اللي هو السي ار بي والسيرب، بتوصل ل 14000 وفي ناس بياخذوا اب تو 20000، فبالتالي ممكن يدفعوا ضريبه، لانه اول ما بلشوا ال 2000 دولار ما كانوا يخصموا منهم ضريبه، وقد يكون في عنده اذر انكم، عنده انكم كان يشتغل هون باوبر، يشتغل كذا، فيمكن يوصل دخله فوق ال 20 او 25 30000، وزي ما حكينا السير بيبقى 14000 هي تاكسبل، فبيطلع عليه ضريبه. فراح قال لك اللي كان باخذ دعم وطلع عليه ضريبه بيقدر، القانون الرئيسي لازم يدفع 30/4/21، سمحوا انك تدفع ل 30/4/22 الضريبه تبعتك بدون فوائد، بدون فوائد، بس شرط اساسي يكون دخلك اقل من 75000. حلو كويس، يعني هذا زي تخفيف على الناس اللي ما معهم مصاري، لانه بقول لك اجى عليه ضريبه صار تاكسبل هذا البنفيت، اتفاجأ اجى عليه ضريبه، طب عنده ل 30/4، طب ما عنده مصاري يدفع، بس الاقرار ما زال الى 30/4/21 بس المبلغ الضريبي الدفع مش 30/4/21، 30/4/22 بدون فوائد بدون غرامات، وشرط اساسي انك باخذ دعم يعني السرب او وات ايفر واقل من 75,000 دولار. نعم واضح واضح. هاي ضمن الامور يعني ضمن الامور اللي يعني ما شاء الله. شوف بقول لك الحكومه كانت كريمه كثير مع الناس، حاولت تتساهل معهم، واحنا بنحكي للجميع انه يستفيد ضمن اللي هو بحس حاله يعني هيز اليجبل صراحه، يعني وانس يو ار اليجبل خذ، مش اليجبل ما في داعي ناخذ. فننصح الجميع انه يعني يكونوا ملتزمين. اكيد اكيد، يعني هو الموضوع الضريبي موضوع حساس، ولكنه موضوع مهم جدا 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 لكل شخص بعيش، لانه بعيشه تقريبا سنويا لمده شهرين ثلاثه قبل نهايه 4، وبتبدا زي ما حكيت المعركه هاي، شو صرفنا، شو دفعنا، شو الفواتير، وين الفواتير، جيب الفواتير، لقينا ما لقينا، طب قدر مش قدر، واذا سالتك الCRA تبدا تدخل في سين وجيم. ويا ريتني يا مالك. مشكله يعني فعل بنحكي للناس على الاقل اكسل شيت، اكسل شيت يعني شيء بسيط، كل شو صرفت بس تحطهم على الاكسل شيت احسن، تو كيب تراك لكل المصاريف اللي صرفتها. يس يس. استاذ فتحي بعرف اذا في عندك اي شيء اضافي؟ لا يعني انا بس يعني بنتمنى السلامه للجميع، وزي ما حكينا هي ضريبه مش يعني متى نظمنا حالها وتعاملت مع محاسب بيقدر يساعدك في هذا الموضوع، وفي كثير زي ما شفنا ديدكشنز وكريدت فيك تستفيد منها، موجوده كثير. فينا نخفض ضريبتنا بشكل قانوني، في مجال تخفض ضريبه وانت ما تدفع ضريبه وانت قانونا بدون اي فلاج او اي مشكله عليك، واحنا اي شيء حاضرين، احنا دائما موجودين. انا دائما على الاي بي جي سي بي اي الفيسبوك بيج تبعتي والشخصي نكون حريصين انه نحط اي ابديت، وناس كثير بيجونا على الماسنجر مسجات، بنرد على الجميع، فنتمنى السلامه للجميع والتوفيق ان شاء الله. استاذ فتحي، يعني انا بشكرك شكر جزير باسمي الشخصي واسم كنار تي في، بشكرك باسم المشاهدين اللي كانوا معنا، وكانوا اتوقع في عدد كبير. الاسئله تقريبا انت جاوبتها كلها، فشكرا لك كثير. انا بذكر الجميع ان الاستاذ فتحي ابو فرح هو المدير التنفيذي لشركه اي بي جي كندا. الموقع موجود IPGCPA.ca موجود على الشاشه، اللي حاب يتواصل معهم او يستفيد من خبراتهم وخدماتهم. اكيد الجاليه لها خصومات خاصه عند الاستاذ فتحي، وانا بعرف هو كثير متعاون معهم، واجين راح تستفيدوا، لانه اجين هو بقدم لكم على شغله انتم بتحصلوا على مبالغ مثلا من الحكومه، فانت مستفيد ايضا خاصه اصحاب البزنس. انا ان شاء الله بنوعدكم انه البزنس بشكل عام وتاكس البزنس حيكون له حلقه خاصه مع الاستاذ فتحي. مره ثانيه نشكركم وندعو لكم بالسلامه، وكل عام وكل تاكس وانتم بخير. يعطيك العافيه. شكرا دكتور، يعطيك العافيه.